السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خوتي المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعي، السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، جيت معكم اليوم بواحد العشبة، يا سلام، زوينة وطبيعية وفعالة، والعلاج تاعها داخلي وخارجي، والله العظيم اخوتي. واش عاد نقول لكم انا هاد العشبة، قسما بالله اخوتي، لا كبرت بها، كبرت بها انا وخوتي وكاملين، خوتي وخواتاتي كاملين. هذا هو طب البديل اللي كنا حنا كنديرو في البلاد، في العربيه كنا كنديرو هادشي. واه هادي خوتي خواتاتي، تابعوا معايا شنو هي. عشبه زوينه طبيعيه، زوينه بزاف بزاف بزاف، غير هي خوتي خواتاتي ما تكثروش منها، ما تكثروش منها. بحال دابا الا بغيتي ديروا خوتي في الكاس، غادي تهزوه غير قد هكا، ها نتوما شاهدوا معايا قد هكا خوتي خواتاتي، قد هذا بحال هكا، وديروها في الكاس قد هكا، ديروها في هاد الكاس، ها هو، وخو عليه الماء طيب، وخليوها واحد تتبرد وشربوها. ولا هزو تاني قد هكا، ها هو، ها هو خوتي قد هذا، ها هو، وديروها في الطحانة، هي ديروها في الطحان، ديرو معاها جوج الليمونات، حاولوا ديرو معاها جوج الليمونات بقشورهم. قصرهم، حيدو منهم العظم، وقطعو حيدو منهم العظم، وديروهم الطحون، وزيدو معاهم واحد شويه تاع الماء الزهر ولا الماء الورد، المهم. ولا لا ما عندك الزهر والورد، ما معداني مقطر، وكانوا طحنا اخوتي، صفيوها بشي حاجه تكون رقيقه، شي غربال ولا شي زيف، وبقاو تشربوها اخوتي خواتاتي، راه زينه بزاف بزاف بزاف. غير هي المراه الحامله لا، الدري اللي عنده 9 سنين و7 سنين لا، المراه اللي هي تحمل لا، ما تشربوهاش اخواتي خواتاتي، قسما بالله اخواتي خواتاتي، هذه لا عشبه، يا سلام، هذه راه زوينه تحشاكم حتى اللباسه، زوينه لتحيد السموم من الكرش، وزوينه كتحيد السخانه، وكتحيد ديك الحمه اللي كنقولوا لها حنا في البلاد الحمه، الحنه الرعده، تتحيد الطنسيو، يا سلام الطنسيو. غادي تهزو قد هكا، غادي ديروا لهم بيديكم هكا هكا، وكونوا ديرهم فوسط تحت الخرقه هكا، وديروا شي ميكا عليها وخليوها. الطنسيو ما تخليش اخوتي خواتاتي، ما تخليش، ما كتخليش الطنسيو، ما كتخليش صداع الراس، ما كتخليش السخانه. كنقول احنا في العربيه السخانه الرقيقه، راه هذا هو العلاج ديال الناس تاع البوادي بكري، هما هذا هو العلاج تاعهم، هذا هو العلاج ديالهم، ها هو اخوتي. غير هي راه ما تكثروش منها، وبغيت نعطيكم واحد الوصفه اخرى، ما ديروش، ما ديروهاش اللي هي بالزريعه ديالها، الخنزة اللي لقيتوها بالزريعه ديالها ما ديروهاش اخوتي، راه تتكون شويه خايبه، ما ديروهاش اخوتي خواتاتي اللي هي فيها الزريعه. وقسما بالله اخوتي، لا هذه زينه للرجال وزينه للعيال تاتي، انا راه ما قريت عليها، ما شفتها في قناه، ما شفتها في حتى شي بلاصه، هذه انا كبرت بها، كبرنا بها حنا تبارك الله، وكبروا بتجي كبروا بها دابا وليدات وليداتنا، قسما بالله الا ولاد ولادي ولاد بناتي راه كيديرهم دابا، هذا هو العلاج ديالهم تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. هي ما تكثرش منا اخوتي خواتاتي، وراه زوينه حتى للشعر، راه زينه اخوتي خواتاتي حتى للشعر، حتى للشعر، عاد تشدوها وترقدوها، هي ماشي مشكله كثرتوا منها، شدوها خويا عليها الماء الطيب وصفيوها، وديروا فيها داك شابان وحطوها تما، بغيتو تمشيو تغسلو داك شابان ديالكم اللي عندكم، هزو شويه خويه منه، راه زينه للقشره، زينه لصداع الراس، زينه للسخانه، زينه للطانسيو، زينه لكلشي قسما بالله اخوتي. وديروا تاني قلت لكم قد هكا، وديروا بحال هاد الكاس هذا، وعودوا شربوا منه غير جوج معلقات ولا ثلاثه، ها هو اخوتي خواتاتي، شتي، ها هو، والله العظيم اخوتي خواتاتي، لا زوينه هاد العشبه، راه زوينه بزاف 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 وصحيه. غير هي نوصف ونوري لكم الزريعه اللي مزرعه، لا اللي فيها الزريعه، مشيتو تشريوها من عند العطار، ولا مشيتو تشريوها مشي بلاصه من عند مول النعناع ولا من هذا، اللي فيها الزريعه ما ديروهاش، اللي فيها الزريعه خوتي خواتاتي ما ديروهاش بصفه نهائيه، ما ديروهاش، ننصحكم بها ما ديروهاش. وكتبسوا الزريعه تاعتها، الزريعه حتى هي ديالها راه زوينه، الزريعه ديالها تمشيو عند العطار وتقول لي عطينا الزريعه ديالها ديالها الخنزه، وعادي تشديها ديري فيها نص ملقه صغيره وطحنيها، تطحنيها وديريها مع الزيت وديال الشعر ديالك، راه زوينه بزاف 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 الزريعه، وزينه للتجميل قسما بالله اخوتي. شدو ديك الزيت بقا تدونو بها للوجه ديالكم، راه زوينه. غير هي الزريعه ما تاكلوهاش، ما تشربوها، ما تاكلوهاش، الورق كلوه، ديروه مع الليمون بقشورو، الليمون بقشورو اخوتي خواتاتي،
وها نتوما وانا راه زينه حتى الرجال الطومه قسما بالله الا زوينه لهم، راه زوينه لهم بزاف 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 بزاف، كتساعد على شحال من حاجه. هادشي حنا ما قرينا عليه ما والو، هادشي كنقول لك انا ديالنا باش كبرنا، حنا باش كبرنا حنا عندنا في البلاد الا بغى يدير شي واحد العرس الله العظيم اخوتي خواتاتي الا نتوما فهموا شي واحد الا بغى يدير عرس كيشدوا هذاك الدهادي كيديروه عليه في الماء في كاس تاع الماء تيعطيوه ليه يشربوا الولد، راه زوينه وطبيعيه وفعاله وزينه للضعف بزاف، لا عند النساء ولا عند الرجال، غير ما تكثروش منها كنصحكم ما تكثروش منها شويه الا بغيتي تشربوها ها هو قد هكا ها انتم وديروها في الكاس بحال هذا خويا على الماء الطيب ها هو، ولا بغيتي تطحنوها مع الليمون ما تطحنوش مع الماء بوحدو، الماء لا انا نصحتكم الماء لا، غادي ديروا الماء الزهر ولا الماء الورد ولا ماء معدني ولا ماء الشتا، ما ديروهاش بالماء هي من الروبيني فهمتي، مع الماء الروبيني راه فيه فيه اخوتي خواتاتي فيه جافيل، هي ما كديرش مع جافيل وجوا منطقه تكون نقيه الجرده زوينه نقيه راه زوينه بزاف بزاف، الراجل اللي كيضر راسو وكيصدعو راسو كتجي سخانه ها قد هادي يدير لها هكا هكا يحكها ويدير على راسو ويدير الطاقية الطاقيه ديالو ولا عصمتو خلات تبطل الصباح، راه الطانسيو يا خوتي خواتاتي مالي الطانسيو راه ما كتخليش الطانسيو، راه كتهبط الطانسيو في البلاصه اللي كيطلع ليه الطانسيو هانا مخينزه، ويدير ليها القانون تاعها ما يديرش منها بزاف، هاهي هي قد هكا. ومرحبا بكم اخوتي خواتاتي، كنتسنى من ان شاء الله هذا الفيديو يكون عندكم يكون عندكم ان شاء الله يا ربي بحال هاد الزريعه هادي، لا هادي كاع هي ماشي زريعه ولا هي اذا تكون الزريعه دايره هكا شتي ما هادي تبارك الله راه ما فيها لا زريعه لا والو، هانتوما كتشوفوا فيها كي دايره. باقي تابعوا معايا اخوتي خواتاتي، انا راه غير ساعه في الصح ديالي ومصوباها ومقادها دابا نوريها لكم، هانتوما اخوتي هذا راه علاج بلدي تاع الناس بكري كبرنا به حنا، والله اخوتي خواتاتي الا كبرنا به حنا هذا راه زوين 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 بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خوتي خواتاتي انا الله يسهل عليكم، انا راه تنبغيكم ديروا الوصفه ها ماشي غير ديروا لي جيم وابوني وتشغيل الجرس، انا بغيتكم اخوتي خواتاتي ديروا لي اسميتهم دياولي الوصفه التوعيه وتقولوا لي الله يجازيك بالخير الحاجه، والله الا درنا هذا الشيء ولينا به ما تكذبوش غير الى وليتوا لاباس، نجحت لكم قولوها ما نجحت ما نجحت لكمش قولوها، وتبارك الله عليكم اخوتي وتساعدوا معايا في الصفحه ديالي الله يسهل عليكم اللقاء الاوديو تشارك معايا ودير لي جيم وابوني، تبارك الله عليكم اخوتي والله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسير، الله يجعل صدر ربي كاع اللي دار جيم ودار ابوني وشاف هذا هذا الاوديو تفرج فيه ودارو حتى هو ونفعو، الله يجعل صدر ربي يصوب لكم ويسهل عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي، هانتوما اخوتي شوفوها هانتوما، الله يجعل صدر ربي اللي يشربها بالشفاء يا ربي، اللي دار هذا الشيء وبارطاجه لواحد اخر وتنفع به الله يجعل صدر ربي يعطيه النفع من فضله وحسانه وخزانه، الله يجعل صدر ربي يجبر عضو ويعطيه ضو بصره يا مولانا يا الكريم اخواتي، ومرحبا بكم عندي وتبارك الله عليكم، الله يخليكم ليا الله يخليكم ليا، راه كنفرح ملي تلقاكم دابا ديال التعاليق وشجعتوني، الله يجعل صدر ربي يشجعكم ويجبر عضوكم يا مولانا يا الكريم يا صدر ربي وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.